مرحبا، كيفكن اليوم؟ اليوم حابة أحضر لكم صوص البشاميل. بشاميل صوص معروف كتير، هو الصوص الأبيض بفرنسا، واليوم أنا حابة أحضر لكم إياه أكتر على طريقتي الصحية. مثل ما بتعرفوا صوص البشاميل معمول من الزبدة والحليب والطحين الأبيض. أنا اليوم رح أعمله أكتر صحي، ورح أعمله بالسمن العضوي اللي أنا عملته بالبيت. بس إذا حابينه يكون فيجن أو نباتي، فيكم تستعملوا بدل السمن العضوي اللي أنا حاستعمله، فيكم تستعملوا زيت جوز الهند. خليني أرجيكم كيف. أول شي رح استعمله هو السمن العضوي، إذا حابينه نباتي فيكم تستعملوا زيت جوز الهند. هلأ بدي أحط بصل صغير مقصقصته كتير ناعم، جربوا قد ما فيكم تقصوه صغير وأبيض منه أحمر. وهلأ بقليه حوالي 3-4 دقايق ليدبل. هلأ اللي بعمله بوطي الغاز على أوطى شي عندي. من بعد ما قليت البصل بدي حط طحين الشوفان، رح أكتب لكم المقادير تحت الفيديو. وبلش حرك على الخفيف السمن والبصل وطحين الشوفان حوالي 3-4 دقايق. هلأ من بعد ما قليتهم حوالي 3-4 دقايق بتصيروا تشموا ريحة البصل مع الطحين كتير طيبة. شوي شوي عم بحط كمان حليب الشوفان، شوي شوي وبلش حرك. على فكرة عم بستعمل أنا طحين الشوفان الجلوتين فري، فيكم تستعملوا طحين الشوفان العادي. هلأ بدي حط رشة ملح، زعتر أخضر، شوية بهار أسود، جوز زيت الطيب نتمج اللي هي بتعطينا الطعمة تبعية الصوص البشاميل. رح أعمل لها برش. وهلأ شوفوا كيف صار لونها، عم تبلش تسمك. بعلي شوي الغاز على وسط، يعني ما كتير تعلو، وبغطيها وكل شوي بحركها حوالي 20-25 دقيقة. هلأ خلصت من بعد 20 دقيقة. أنا بحب صفيها بالمصفاية. ليش عم صفيها بالمصفاية؟ لأنه بتعرفوا فيها بصل صغير وفيها طحين الشوفان اللي هو بقلبه شوفان صغير. شوفوا هلأ كيف صارت كريمية لحالها تحت، مني بحاجة إني خلي كل هول بالصوص مع المعكرونة أو البطاطا. هلأ بالآخر بزيد شوية جوز الطيب، برجع بحط برش شوية حامض. أنا كتير بحب برش الحامض، مثل ما بتعرفوا بكل أكلاتي بحب الفريشنس اللي بتعطيه الحامضة بقلب الأكل. وبحط معلقة صغيرة كمان عصير حامض، جربوها وشوفوا قدي طعمتها طيبة. صوص البشاميل جاهز لكم لتحطوها على المعكرونة، على البطاطا المشوية أو بالبطاطا بالصينية. إن شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة.